نعيش الحياة قلوبنا تقص وجنوب وشمال هربيجي 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 كرد وعرب رمز النضال هربيجي 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 كرد وعرب رمز النضال توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في كل مكان ونبدأ معكم الرصد في استوديو 9 من قناة الفلوجة، ونبدي من هذه الزيارة المهمة التي بدأها الأخ الرئيس محمد شياع السوداني إلى إقليم كردستان بضيافة الزعيم للأمة الكردية الزعيم مسعود مصطفى البارزاني وحكومة الإقليم، وكان هذا الاستقبال الرسمي من قبل الأخ الرئيس مسرور مسعود بارزاني للرئيس السوداني في أربيل من أجل خطوة جديدة تعزز من هذه الروحية في التعاون. التعاون، القوم اللي تعاونت ما اندلت مثل ما يقولون، فإحنا يكفي نشتر مشاكل الماضي ونسميها مشاكل عالقة، وإنما من واجبنا أن نضع أسس جديدة لعلاقة مستمرة. ترى كلتنا عراقيين، هيك أريد أحكيها، من شمالي العراق إقليم كردستان العراق إلى البصرة الفيحاء إلى جنوبي العراق، من الشرق ديالى والعمارة إلى والسليمانية طبعا إلى الغرب أنبار العز والخير، كليتنا عراقيين، فكافي إحنا مشاكلنا نبقى نشتر بيها. فهذه خطوة مهمة خاصة بعد ما قرينا البحث جاء بالموازنة. وخلينا نشوف الاستقبال، بلو تعدي شوية اللقطة أنه شوفوا الكبير كبير يبقى محافظ على اسمه وعلى مكانته مهما كانت الظروف. لا، أريدك ترجع لي من بداية اللقطة، ارجع لي من بداية اللقطة لما كان الرئيس الزعيم مسعود بارزاني ينتظر السوداني. اتقدم يا أخوي، اتقدم ارجع لي، تعالي وروح وقف لي يمها، وأنا أرد أوصل رسالة. من توقف يمها قل لي، لأن هذه رسالة لازم أكون مرات شغلات لازم تفسرها للناس حتى تروح الحزازيات المالها اللي مالها داعي، وهي ما تقدر توصلها. أجانا أشتغلها. إيه خليك واقف بالله عليك واقف، طلع لي كاملة. الرئيس مسعود بارزاني زعيم الأمة الكردية، أكثر واحد يأكد على وحدة العراق وما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، وقف الصورة وتعالي، ما عنده مشكلة نهائياً
نهائيا مع أي حال يضمن كرامة الإنسان العراقي من كردستان للبصرة حقيقة بدون أي تمييز طائفي أو قومي. شوفوا بعمره الله يعطيه الصحة والسلامة، ومع ذلك شوف ايش راح يتحرك، ما بقى واقف في مكانه حتى يقول له والله انت جيت يمي، شوف 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 نزل الدرج وراح له. ليش سوى هالخطوة؟ حتى يقول لهم يا جماعة انا ما عندي مشكلة وياكم، احنا كليتنا عراقيين، انا كردي وانت عربي، انت ابن الجنوب ابن ميسان وانا ابن كردستان ابن بارزان. هذا شنو؟ هذا ممكن واحد يقول لا بس يعني انتبه لها، لان هذا اللي لازم نبني عليها، اللي يبني عليها اللي بالمسؤولية انه فاتح لك ايده فمد ايدك للتعاون. فهذه الخطوة اليوم اللي صارت ندعو الجميع ان يباركها، انه كفاية نسمع اكو مشاكل عالقة، مشاكل عالقة يا جماعة، سواء مشاكل عالقة واحنا الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الامريكية، احنا كلنا بلد واحد، ما يصير نبقى الشكل نحكي، احنا بيناتنا لازم نتعاون ولازم نبدي صفحة جديدة من العلاقات. أتمنى أن توصل هذه الرسالة بإيجابية وأن يبنى عليها، مو بعد شوي هم يطلعون المحللين بالقنوات، إذا هسه ما اشتغلوا هسه هي الساعة 9 قصرت و11 دقيقة أكيد هسه القنوات، ماذا تعني الزيارة ولماذا هذه الزيارة وليش ينطون قرض لإقليم كردستان وهذه خيانة، على أساس إحنا جاي نتعاون ويا موزمبيق لو ويا اسرائيل لو ويا روسيا واوكرانيا، ويكم احنا كنا عراقي كافي، عيب هالشخصيات اللي باسماء محللين وهم فاشلين ويطلعون بس يدوروا لهم على مشكله. يا اخوان شوي دخلنا ابني صح، اي مكافي. يعني انا من الناس والله العلي العظيم بعد اللي خسرناه كعراقيين انا صوتي عالي وعلى طول مستمر صوتي عالي، لكن بعد الدمار اللي صار من دخول تنظيمات داعش الإرهابية بال 2014 إلى 2017 دمار دمار دمار، لا اللي كان بالمسؤولية بال 2014 افتهم شنو المسؤولية وضيع نص البلد، بالعكس ضيع البلد كله، ضيع شبابنا، ولا اللي وراء افتهم. يا أخي جماعة لازم نوصل إلى خطوة اسمها مو تصفير الأزمات، وإنما إن هذه الأزمات اصلا نشيلها من حسابنا، نفكر الى الامام الى الامام الى الامام قدام. احنا ولد باكر مو ولد البارحه، البارحه خلوه له للتاريخ، بارحه والبي خلوه له للتاريخ، انتم مسؤوليتكم الى الامام. هذا اللي اتمنى انه يفهمه كل سياسي حقيقه. يعني اليوم الاخ السوداني قبل ما يروح الى اربيل سوى خطوه ثانيه ايضا تستحق ان نشير لها وناكد على اهميتها، انه تواصل ويا المواطنين واستمع الى مشاكلهم. حقيقه انا توصلني رسائل هسه جاي اقراها، يعني اللي جاي يحجون على مثلا التقاعد، التقاعد انا ما هام للموضوع، وكلفت الشباب قلت لهم شوفوا لي الاخ محمد الجبوري بكت على حلقه باكر، بس هو لان بالحله، فاذا يلحق يجي من باكر راح نحكي وياه ونقول له شنو ملاحظاتكم على الموازنات الثلاثيه اللي تم تقديمها. الاخ سفيان الحمدان يقول على موضوع الموظفي العقود اللي انطوهم إجازة إجبارية بمحافظة بغداد، أنا موظفي أو شو يسموهم هذا مال عقود الأقاليم، عقود الأقاليم دولة، أنا بلغت والأخ مصطفى الربيعي وقال هو مستعد أنه يثير هذا الموضوع، فأرجو أن تتواصلون ويا الأخ مصطفى الربيعي مباشرة، هو راح يثير الموضوع مباشرة، وهو الآن يعني هو الآن بمسؤولية كبيرة، لأنه هو الآن يمثل يعني نقدر نقول المستشار الصحفي الذي ينقل المشاكل مباشرة إلى رئيس الحكومة، لأن رئيس الحكومة اختار أن يتواصل وياه، واليوم كان التواصل الثالث أن يتواصل وياه ويا مشاكل المواطنين. فالسوداني قبل ما يسافر إلى أربيل تابع مشاكل المواطنين بباب الشيخ عبر برنامج الوطن والناس في قناة العراقية الرسمية الغراء. دولة الرئيس ويانا على هواك، راح نريد دعم من حضرة جنابك. تشوف الأخوة أصحاب الورش معلنهم شنو اللي المعوقات اللي عندهم؟ نعم حبيبي شاد راسم بس الله وليد بيتنا سيد الرئيس الوزراء، كل الشعب يحبك ومتفائلين بيك بالخير. انت حب للعراقيين واني اخوك الصغير وابنك يحفظ لك مصطفى. راح نريد تسهيلات من حضرة جنابك. نعم. تخليكم متعلين للدولة.
الامتيازات اللي موجودة عندنا. نعم. بالمقابل حقيقة يوم أمس كان برنامج الوطن والناس والزميل مصطفى الربيعي في قضاء المدائن، وأحد المواطنين شكر المواطن أنور الحمداني، المواطن أنور الحمداني هو محسن إليكم وإنما أنا خادمكم واستوديو التاسعة برنامجكم، وأثنى على سيادة القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى الموقر لأنه اهتم بقضية احنا نقلناها من خلال استوديو التاسع قبل اشهر تخص ابنه اللي محكوم ظلما بالاعدام، وامر سياده القاضي فائق زيدان باعاده المحكمه، وتحدث ايضا عن بقيه المظلومين الذين ما زالوا مسجونين بسبب مخبر سري كاذب ومدعي كاذب وتهم كيديه. وانا اجدد المطالبه من استوديو التاسع للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الموقر سيادة القاضي فائق زيدان، يجب أن تحل مشكلة هؤلاء الأبرياء الذين ما زالوا منذ سنوات يعانون العذابات في السجون وبسبب أحكام كيدية، لأن التهم كانت كيدية، نحترم القضاء لكن التهم كيدية لأنه مخبر سري كاذب. فأرجو لو تحل هذه المشكلة، مو أرجو بل أطالب، لأن ذول أبرياء أبرياء، هذا عند الله كبيرة، آلاف الأبرياء ما زالوا بالسجون بظلم، هذه كبيرة. يعني أنا مواطن وأنتم مواطن تشعرون مسؤوليته، كيف لا يشعر بها القاضي والقضاة أربعة مدري ثلاثة مثل ما قال سماحة المرجع الشهيد السيد محمد صادق الصدر، قال القضاة أربعة ثلاثة منهم للنار واحد للجنة، وأنسب إلى حديث للنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأبرياء يجب إنصافهم، أنصفوا الأبرياء. نحن في شعبان ومطلع علينا شهر رمضان المعظم، فرحة أم أو زوجة أو ابنة أو طفل أو شيخ ببراءة ابنه بعد هذه السنوات من الظلم، هذا عند الله فضلها لا يوازى بأي فضل آخر قبل الصيام وقبل العبادات الأخرى. أنصف الناس، هذه كبيرة عند الله. خلي نشوف إيش قال بالله، وعدي هم رسالة أخرى. أنا طبعاً قضيتي تعرف بها أنت، قضيتك بالقضاء. بالقضاء أنا أشكر ربي يحفظ هذا الرجل اللي أنا قابلته شخصياً، السيد الدكتور القاضي فائق زيدان. حكيت له قصتي بما هي، أنا ابني محكوم بالإعدام مجلس القضاء الأعلى 10 سنوات ومصادق عليه، والدعوة راحت لرئاسة الجمهورية بعد ما قابلني عن طريق الإعلامي الرائع أنور الحمداني وناشدته، وقابلت فائق زيدان وطرحت له المشكلة كلها، فالرجل أخذ ما بجدية، شاف الأوراق، شفته مع المخبر السري، شوفته مع مصدر المعلومات، شوفته التقرير الطبي، شوفته كشف الدلالة غير صحيح وغير مطابق. الرجل أخذ قرار بإعادة المحكمة، يوم 29/6 حالها يا محكمة سحب الدعوة من رئاسة الجمهورية بنفس اليوم، ثاني يوم تقريبا. هسه إعادة المحاكمة 29/6 المحاكمة. نعم، وانطونا موعد، فأجت الدعوة إلى فترة شوية أكو بيها إشكالات ثانية، يعني ما رد أن هذا الموضوع عن طريق التعهد بأنه ما هتشبه قضايا عشائرية وكذا، فإحنا نسترجي من رئيس الوزراء ومن وزير الداخلية أكو قضايا متعلقة، يعني أكو شخص، إحنا نحكي عامة أكو شخص وأكو قضايا إجرام وإرهاب بالعراق صحيح، بس أكو شخص متهم بريء، يعني الناس المدعية بالحق الشخصي على شخص مو على كون ابني على أي واحد، ما عندهم دليل أو مستمسك، مجرد على ضوء الاعتراف، والاعتراف مأخوذ يعني شاف رئيس مجلس القضاء، أنا حكيت له، شوفت التقرير الطبي وشوفت الأدلة، قال لي حجي إن شاء الله يصير خير. وشكر موثوق للإعلامي الرائع أنور الحمدان صديق مصطفى الربيعي الوردة حبيبي، اللي واقف لكل الناس لأن هو إعلامي معروف ويناشد لكل الناس. أستاذنا أنور ربي يحفظ كل العراق إن شاء الله، وإن شاء الله الأمان والاستقرار بهذا البلد. تحيات، وهذا واجبنا، وتحياتنا إليك والأهل المدائن اللي حقيقة الباحة من استماعة الحلقة أشادوا بدور النائب زياد الجنابي، الآن يعني نشوف اللي يشتغل الأهل الناس تذكره.
ويذكرونه. فالنائب زياد جنابي باحة من ذكروه بالخير أهل المدائن، فهذا لأنه اشتغل لهم ودافع عنهم. بالمقابل احنا خدام لهنا، يعني ما أن فضل إذا خدمنا أهلنا، وإنما هذا واجبنا. وأنا أذكر دائما أنه هذه المهمة من انطلق استوديو التاسعة بال2012 كانت مهمتنا أن نكون صوت الناس، ما نكون صوت أنفسنا وندافع عن أنفسنا بقدر ما ندافع عن الناس. وأتذكر جيدا قبل سنوات في لقاء مع الزعيم الوطني جناب الشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة حاليا وزعيم أهل السنة والجماعة، أوصانا بأنه استوديو التاسعة ميزته أن هو صوت الناس، فحافظوا على هذه الميزة أن تدافعوا عن حقوق الناس. والحمد لله والشكر نحاول، لأن المسؤولية مو سهلة، لكن نحاول أن نبقى مدافعين عن حقوق أهلنا وواجبنا. هذا واجبنا. لهذا أنا البارحة قرأت تعليق واحد من المواطنين كاتب لي: إذا أنت كنت تتواصل يا أنور الحمداني ويا رئيس الوزراء السوداني، ليش ما طلبت منه يرفع عنك الأحكام؟ للتاريخ أنا متواصل ويا كل ما عدا واحد، أنا رفضت أتواصل ويا، رغم أنه كثير من الشخصيات أرادت أن تقرب وجهات النظر، لكن هي خصومة سياسية متعلقة بما صار على العراق في فترة حكومته. وأعني يعني حتى لا يزعل أخ نور المالكي، أنا أرفض ورفضت وما زلت، لأن هذه مسؤولية يجب أن يطلع هو يعترف بالأخطاء وبالمشاكل والفساد اللي صار فترتين حكمته وراها. ممكن واحد يفكر هو عراقي وأنا عراقي، هو ابن البني مالك وأنا ابن البحمدان وابن العراق ككل، لكن باقي الآن كلهم متواصل وياهم. لكن عمري ما طلبت من واحد أني حل قضاياي، وإنما إذا حكى وياي كنت أطلب من عنده أن اهتم بقضايا الناس، والله شاهد علي وتقدر هم تسألهم. وواحد منهم مثلا الأخ الدكتور برهم صالح من شار رئيس جمهورية، ومو مناسبة نحكي عن اللي صار ويا دكتور برهم، لكن بما أنه الآن الفترة متعلقة بالسيد الكاظم جاي يذكر دائما وإحنا الباحة ذكرناه أيضا، يعني مقتطف من حوار سياسي أنا مرده، يعني هذا للتاريخ تبقى، أكو شغلات للتاريخ. لكن رجل مثل ما قلت لكم الباحة كان يتواصل معي ومع غيري حتى من، وهذا شيء متميز يعني ممكن كنا نسمع بها موجودة بالغرب أو موجودة حاليا في مصر أو موجودة في الأردن أو موجودة في الإمارات أو حتى في تركيا، هو أوجدها أن يتواصل مع بعض الإعلاميين يبين نقاط معينة قد يجب أن تصل للإعلام من خلالهم. فهو سألني أنه أنت وين، وقال أريد، ومن قال لي ليش ما ترجع لبغداد، أنا قال أريد أنا راح يعني أحلك القضايا. أنا جاوبته قلت له أنت ما أطلب منك هذا الشيء. قد يقول واحد أنور مدعي، من قال أنور؟ قال لا والله سمعكم يا صورة وصوت للتاريخ. أنا سيد أنور، هاي كلمك سيد رئيس الوزراء. نعم. الله يسعدك أخي. احتراماتي سيادة الرئيس، شخبارك إن شاء الله بخير. شو الصحة؟ الله يعزك ويحفظك. أنا الأشوق. شلونك أنور؟ شكرا سيادتك، الله يحفظك ويبارك فيك. تركيا لأربيل؟ لا سيادتك، أنا بتركيا من زمان، يعني أربيل ما رحت له غير مرة قبل سنتين. نعم. أبشرني شلون أمورك وضعك؟ والله سيادتك إذا أنت بخير أنا بخير الحمد لله وشكر لله، يعني ماشي الأمور، ماشي الأمور بوجودك إن شاء الله، الله يحفظك ويسلمك. ليش بتجي لبغداد؟ والله سيادتك لأن أنا محكوم حبس مشدد بسبب استوديو التاسعة للسيد المالكي والدكتورة حنان والنائب مشعان جبوري ومقداد الشريفي، يقال الحكم 10 سنين حبس مشدد، بعدين صارت حجز أموال منقولة وغير منقولة بزمن الوزير فؤاد حسين كوزير مالي. أوكي، نشتغل عليه إعادة الحكم، ما نشتغل لك عليه. والله سيادتك أنا الله يبارك بك، لكن أنا حقيقة ما أطلب هذا الشيء من سيادتك. سيادتك عندك هموم العراقيين جميعا، والله يبارك بيك وينصرك. أما ما أطالب بشيء نفسي والله، ولا طالب لا منا ولا من غيره، كلهم رؤساء حكومات، كلهم موظفين مو أحسن مني، الحق إن شاء الله يبين، وهذا شغل قضائية بس أحكام سياسية، فما أطلبها أنا، أنا طالب بحق الناس اللي ما عنده صوت، أنا صوتهم مو أروح أدور حل قضيتي أنا. فهذه مخليها يوم الله سبحانه وتعالى، والله قادر على كل شيء ويغير الحال من حال إلى حال لكل زمان دولة ورجال، ما تدري شو يصير باكر. المهم
حقيقة أنا من استوديو التاسعة أتوجه بتهنئة إلى عائلتين كريمتين بغداديتين عراقيتين، إلى عائلة الوجيه البغدادي الحاج عماد الكاظمي، وإلى عائلة الشخصية الوطنية الكريمة والمعروفة المهندس الاستشاري الأستاذ دكتور حسنين فاضل معلة. وذلك عندما جمع دار المعلة العامر في المنصور نخبة من الشخصيات السياسية العراقية في خطبة كريمة الدكتور حسنين فاضل معلة على ابن الوجيه البغدادي الحاج عماد الكاظمي الدكتور علي. فأنا أبارك لهم هذه المناسبة التي شارك أيضا فيها سماحة السيد عمار حكيم والدكتور أياد علاوي والدكتور صاحب المطلق، وأيضا من المشاركين العم العزيز جناب الشيخ غسان عبود الهيمس السلطاني رئيس قبيلة البوسلطان الزبيدية، وجناب العم العزيز الشيخ طلال حبيب الخيزران، وإن شاء الله بالرفاء والبنين. الله يبارك عليكم ويستر عليكم ويحميكم ويسلمكم، تحياتي لكم من الاستوديو التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل التزويج والنكاح وحرم الزنا والسفاح، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والهدى والفلاح. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى في كتابه الكريم: وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم ولو بالسكت. وقال صلى الله عليه وآله: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج. وقال صلى الله عليه وآله: من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. الدكتور علي نجل، الأستاذ الفاضل أستاذ عماد عبد اللطيف مشتت، وهو من الأسر الكريمة العراقية الأصيلة الممتدة إلى واسط وإلى الكاظمية، وتشرف بجوار العتبة الكاظمية الشريفة وجوار الإمامين الجوادين صلوات الله وسلامه عليهما. أقدم الدكتور علي على الدكتورة الفاضلة المكرمة مينا المعلة، وهي من أسرة المعلة الكريمة، هذه الأسرة التي تنتمي إلى قبيلة طي القحطانية، وهي أسرة عربية نجفية أصيلة تشرفت بسدانة الروضة الحيدرية المطهرة، ووجد في عائلتها هذا الشرف والحسب والنسب والتقدير والحضور الاجتماعي وتاريخ الأصيل. وجد في أبيها الوجيه المكرم الدكتور حسنين معلة، وهو الشخصية يعني الاجتماعية المعروفة ورئيس نادي الصيد، تصدى إلى مواقع اجتماعية وحكومية متعددة ومتنوعة. الله يبارك عليكم إن شاء الله بالخير والبركات. حقيقة يعني احنا يوميا راح ننوه عبر استوديو التاسعة إلى مجموعة من البرامج المتميزة، البرامج الدينية التي تحمل جوهر الإسلام الحقيقي، والتي من خلالها قناة الفلوجة الفضائية تواصل مهمتها الوطنية والإيمانية في شهر معظم هو شهر الله، شهر رمضان معظم أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. فحقيقة هذا العام سلة الفلوجة غناء بهذه البرامج
المتميزة، ونرجو من الله لكم متابعة إيمانية مفيدة، وكل عام وأنتم بخير. أحد الشباب بعد أن ظهرت داعش وما عملت بالمسلمين وغير المسلمين، فوجئ الناس بأن هذا الشاب ترك الصلاة. كيف تحول الإيمان بالقدر من إيمان ينبغي أن يكون دافعاً لتحقيق غاية الخلق الإنساني إلى تنصل من المسؤولين؟ قريباً في رمضان تشاهدونه على قناة الفلوجة. الحمد لله على هذه العودة، وعدنا بفضل الله وبرحمته. نبني السواعد في جهود. هذا هو الفرد الذي لا يقوم بالوكالة. لماذا فرض الحج مرة في العمر؟ الصوم شهر في السنة، الصلاة 5 مرات في اليوم. وهذا الذي لم يفقهه إبليس، وهي النقطة التالية. لما أمر بالسجود ظن أن النزول هوان، ولم يعلم أن النزول علو، وأنك تسجد لتسمو وتهبط لتعلو وتنزل لترقى. أول بداية الرحلة هي بالنية، فإذا استشعر الإنسان النية اللي هو مقبل عليها، هذه بداية الرحلة، فتعتبر هذه أجمل بداية. كل كلمة تقولها في الصلاة وتستحضرها وأنت تعنيها هي جوهرة ثمينة، وضعتها في حسابك هناك. دابت الروح وتابت وبكت شوقا إليه. الشباب قوة الأمة، الشباب أمل الأمة، الشباب مستقبل الأمة. طوبى لعبد أطاع الله. شهر الصيام على الأيام قد فضلا، حقا وفيه كتاب الله قد نزلا. طوبى لعبد أطاع الله مغتنما، بالذكر فيه وبالقرآن مشتغلا. انتظروني في شهر رمضان المبارك على قناة الفلوجة ضمن برنامج ليالي الخير. قريبا في رمضان تشاهدونه على قناة الفلوجة. عندما يهل هلال شهر رمضان المبارك يفرح المؤمنون، وإلى مرضات الله يتسابقون، لرحمته يسألون ومن عذابه يستجيرون. إنه شهر الرحمات والبركات والباقيات الصالحات، شهر التراويح والتسابيح، شهر الصيام والقيام. في هذه الأيام الفضيلة تطرأ على الناس أسئلة في أمور دينهم ودنياهم، فمن أجل ذلك سينطلق برنامجنا أياماً معدودات في موسمه السادس طيلة أيام شهر رمضان، فكونوا معنا. طبتم بخير ودمتم بعافية. قريباً في رمضان تشاهدونه على قناة الفلوجة. الآن في الجزء الثاني من البرنامج معنا في حديث الثلاثاء الأستاذ هاتف الثلج حكيم تكريت والشخصية الوطنية والصحفية المرموقة. أستاذ هاتف، أول شيء نحييك وحياك الله باستوديو التاسعة في حديث الثلاثاء اليوم. أهلا وسهلا بك وبمشاهدينا الكرام. حياك الله. أنا قبل شوية أتذكر الشغلة، يعني الشيء بالشيء يذكر، لما تحدثت أنه أنا والله يكلموني أنا ما أطلب الشيء شخصي لنفسي، أنت من الناس جنابك الكريم اشتغلت مع الرئيس الراحل صدام حسين مرافق صحفي، وايضا ما طلبت شيء لنفسك للتاريخ، اشتحكي لنا على الموضوع. استاذ انور، احنا يعني احنا جنود الصحفيين، هاي مهنه المتاعب، نطالب للناس
نحاول رفع الغبن عن الآخرين ولذلك نهمل أشياء. اثنين أنا كاتبها وقايل أكثر من مرة، الصحفي من يقبل هدية من وزير أو مسؤول يصغر في عين المسؤول. اثنين أنا مو أنا أتحدث عن نفسي، يعرفوني. ثلاثة العفو، من عملت مع الرئيس السابق والله العظيم وأكو شهود الآن أحياء مول أكثر من مرة ندق بيه، هو أخوي يعرفني يعرف عائلتي ويعرف محتاج شي شلونك سلامتك والله، حتى من طلعت قطعة الأرض المفروض الأخذها يعني بالرئاسة وحقنا ما أخذتها ولا طلبت شي منه ولا من غيره، وأخوي مطبان طلع لي الرجال ورقة ما طلبت أي شي وقدمنا العلينا، والمهم وحتى عملنا راضي عنا الناس الله يذكره بالخير. حتى الفريق صابر الدوري هم طلبت منا شيء والله، وموجود حي يرزق لا صحيح عارف انا هذا الشيء والله. قال تريد يم الصحن اخذ لك يعني يم سيدنا وين تريد قل لي يعني ايش اخذت له اخذت له واحد صحيح بالضبط واحد من اهل كربلاء عنده مشكله رحت علي قال لي يلا تتوصل. اثنين طاهر جليل الحبوش بن خالنا صح. كان محافظ بالناصريه صح. اخذت للكتبي الله يرحمه نعيم الشطري واثنين اولاد اخت فهد مؤسس الحزب الشيوعي حتى هو صفن علي قال لي دوله شنو قلت له اريدهم قياعين هم من اهل الناصريه قال لي ولك قلت له مو عيب وغيرها وغيرها هاي معروف والحمد لله صح. الحمد لله هي بإيجار ومرتاحين الحمد لله والشكر. يعني أيام مرت الله يرحم اللي ذكرناهم من توفاه الله والله يذكر بالخير اللي ذكرناهم من توفى يعني من ما زال على قيد الحياة. أرد أسألك أستاذ هاتف يعني سؤال مرات ينثار أنه منين إجى لقب الثلج من إلى عائلة تكريتية يعني شلون هاي يعني كان يسمى اكو تسميه الثلج بالفعل بتكريت وليش بس عائلتكم هذا التسميه مقبيها لا ما انتشر هذا الاسم. شوف استاذ انور احنا من تكريت اصلنا احنا العشيره الساده جوعنا الحسينيه امتدادها من الحجاز اللي الشام للانبار بغداد الموصل تكريت مرورا بها. هذا الثلج جد جدي بالضبط جد جدي رجل سيد وشيخ ويعني يعرفون الناس عنده كرامات فولد بأيام الثلوج ومن ولد شديد البياض فالعجوز اللي جايبها لجدتنا قالت هذا شنو ثلج قالوا إذن نسميه ثلج. واحد مرة علق يقول لا جوز جدة كان يبيع ثلج هو يستنك بابا قبل 500 سنة وين أكو معامل ثلج أكو معامل ثلج لا ماكو فشفت اسم جميل فد يوم عزيز سيد جاسم الكاتب الله يرحمه يرحم صديقي الله يرحم. قال لي أبو حي قال لي ليش ما تكتب التكريتي قلت له شوف أكو ناس المدينة تعتز بيهم وأكو هم مكلبين أني لا هذا اسم جدي حتى سامي مهدي قال لي أبد لا تغيره بالسبعي الله يرحمه قال لي اسم حلو ساجد الموسوي يمكن كتبت فد شيء الله يذكره بالخير ساجد والنعم هذا الاسم نخلة عراقية ساجد الموسوي الله يحفظه طبعا محترمة لأنه فد يوم كانت أكو مجلة مال الاتحاد النساء العربي كنت أكتب قصص للأطفال والكبار فدزيت لهم قصة شو تأخرت والله مريت بشارع المغرب مقرهم قلت لها كنا بعدنا ما متعارفين زين هاي وين أحكي لك بالسبب قلت لها شو القصة ما نشرت قالت أريد اسم المؤلف قلت لها ليش إيش قالت هي القصة اسمها في الثلج منو المؤلف يابا أنا المؤلف الله يحفظك ويبارك بيك ويسلمك. أستاذ هاتف شرصت أن أحوال صلاح الدين وتكريت هالأسبوع أنت تكارت مثل المصالوة المصالوة يقولون تغريت مو أنتوا هم تقولون تغريت لو شلون تكريت شلون تلفظ أنا عمري ما سألتك تحكي تغريتي تكريت تكريت طبعا علمني علمني تكريت الراء غين يعني مثل المصالوة المصالوة هم يحكون الشكل تغريت يعني تصير احنا 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 والموصل وحديثة نفس اللهجة فروقات بسيطة يعني شنو الفروقات الراء غين الراء غين يعني اعطينا بالله جمل مثلا مثلا احنا نقول لكن هم يقولون بقى لكن احنا لكن
هم يقولون بقى لكن لك المصالوة يقولون لكن وهالحديث هم يقولون لكن لا لا احنا نقول وحد المواصلة يقولون بقى 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 ليش ما جيت بقى ليش ما جيت بس انتوا تقولون لكن اهل تكريم انتوا تقولون لكن وهالحديث هم يقولون لكن اهل الحديث هم يقولون لكن قريبين هم خوالنا لكن لهجاتنا كلش متقاربة يعني لكن بمعنى بالبغدادي شنو معناها يعني معناها بالبغدادي شعجب مثلا لعد ها يعني لعد 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 او شعجب وهاي لعد منين جتنا احنا لعد لعد بغدادية بغدادي مو فديوم كتبت مكاشفة قلت يا بل الاغنية العراقية حتى تفهم برا خل نكتبها باللهجة البغدادية. وشو واحد طلع لي صف ها ما قلت له ها هم بدينا طائف شنو طائفية قلت له أكو لهجة الجنوب لهجة أنتم متقلدون علينا وإحنا هم نقلد نخليها بغدادية يفهمها العربي وتنتشر ونصير كلنا لهجة بغدادية وفعلا هواية ما يعني أكو أغنية ما تنفهم ما له لهذا الشيء يعني بدأت تكتب باللهجة البغدادية. بس استاذ هاتف يعني انا عمري ما سامعك تحكي تكريتي طبعا هاي اقولها وثانيا احكي لنا الاحوال اللي عندكم الان بصلاح الدين شلون ماشيه بتكريت خلال هالاسبوع شو صدت الجو لك قال ويا زلمه هوايه اولا يعني بالبدء اود الاشاره الى بعض النقاط اللي تطرقنا عنها بالحلقات السابقه واحدة منها انت سألتني على اسم مديرة احنا حكينا على مديرة الطابو لبتكريت الاخت ام عبد الله واكو هواية عليها ملاحظات ودزولي فقارنتها بالسيدة قسمة سرحان حسون مديرة دائرة التسجيل العقاري الكاظمية الاولى وللسيد بشير فرحان زامل مسؤول شعبة الكشف في الدائرة نفسها لنزاهتهما واخلاصهما زين دولة ما لازم يتكرمون ما يستحقون التكريم زين اجت ايضا هسه مديرة الضريبة اللي بتكريت هم شكاوى هواية عطابوا يعني البلدية مايسين منها ومايسين واحد يسأل ايضا اوجه نداء للسيد وزير العدل دائرة التسجيل العقاري في كل العراق اللي هي تابعة لحضرته بدون اكثرها بدون تدرج وظيفي من كاتب إلى مدير يعني لاكو معاون ملاحظ ولا ملاحظ زين رئيس جامعة تكريت زين إذا هو ما يدري ما سامع بكل الحكينا هذا اللي يطلبهم فلوس اللي قلنا عليه وأكو رواتب الأساتذة والمخصصات زين مدير الإعلام شنو واجبه بالجامعة يقعد يصفح شيش صفح غيري قصله بالجريدة بالتلفزيون الآن أكثرها فضائيات مشاكل غيري قدم لياها ماكو أريد أبلش بوزارة الداخلية باعتبار أيضا تكريت وغيرها من ضمن أنا كوني عملت مستشار في هاي الوزارة ورافقت حوالي 4 وزراء وأعرف مفاصلها وتفاصيل عديدة شرطة المرور أكثر واحد أنا كتبت عنهم وعن جهادهم بحر الصيف وبرد الشتاء والأمطار وواقفين بالشارع يعني واجب العفو رجال فعلا مضحين زين لكن هسه نجي الغرامة دا تفرض على السائق ما يبلغوه يتشرخوه بها إذا قدر يسددها خلال 3 أيام يسدد نص المبلغ اللي 50,000 وإذا ما سدد يضاعف زين هذا وين يلقيها ما يعرف غير تبلغوه بالمخالفة يروح بالكونترول يلقيها ساحات وقوف السيارات في بغداد وأكثر المحافظات بكيفهم ماكو وصولات هم جايين ماخذيه وبيش يابا 5,000 و3,000 أكو خطوط في بغداد مال الكوستر والكية طابلة معظمة وغيرها ياخذون من المسكين 3,000 ماكو أيضا وصل ولا هم موظفين زين يقول له ليش يقول له ده أدفع الآمر قاطع خلي انتبه لي السيد الوزير منو آمر قاطع جيش شرطة خل نفهم مرور داخلية ما تعرف شنو راح هاي بعض مراكز الشرطة وللأسف من يروح مواطن يقدم شكوى يقولوا له والله تريد نصيحة لوجه الله لو تروح تحلها عشائريا
هواي أحسن هذا هذا يصير يحكي يعني نرجع للمشاكل. المشروع الوطني اللي تشكل في مديرية المرور العامة بدأ العمل به منذ العام 10 يعني قاعدة البيانات الرئيسة الخاصة بكافة المعلومات المرورية للعجلات الخاصة والحكومية وكافة المركبات والدراجات يعني وحتى بإمكانك تحويل السيارة بأي محافظة وإصدار رقم زين. هذا المشروع وهو معالي الوزير مأكد عليه أيضا هذا المشروع يجب أن يدار يعني يكون مديره مهندس ذو خبرة عالية بعمل الحاسبات. تم تعيين عميد منذ فترة أصبح عميد وليس مهندسا وليس لديه أي خبرة بعمل الحاسبات ولم يكن أكاديميا لأن أكو ضباط بالشرطة خريجين كليات مدنية ودخلوا معهد عالي يعني دولة صاروا خبرة وعدهم أكثر وقبل ذلك وخريج جامعات مدنية. الوزير نفسه صرح أن هذه المواقع لا يكون مديرها إلا برتبة عميد لكن ما موجود حاليا مثل هذا التوجيه. شوف يعني الوزير قصدك المقاتل الفريق الركن هو الشمري الفريق أول الركن الشمري هو طبعا عسكري فيحترم السياقات العسكرية هو مبلغ أي مدير مرور لازم عميد لكن هسه إذا جيك مدير مرور كاظمية تاجيات عقيد الحسينية عميد هسه صاير مدير المشروع الوطني عميد مو مختص بلا أغلب المناصب التناط لو بضباط جيش وليس شرطة وهو الصور هاي ما يقبله العمداء الآن جاي تناط يعني سيادة الفريق الآن يتابع سيادة الوزير عبد الأمير الشمري جاي يعينون ضباط جيش بدل ضباط شرطة وين بس حتى هاي المعلومة توصل لجنابه بشكل واضح بهاي المديريات الداقصد أو بعض المسؤوليات بالداخلية وهو الرجل في بغداد أو المحافظات يعني جنرال بغداد أو المحافظات بغداد أكثرها بغداد أكثرها بس للطرفة خاف يزعلون علينا الأخوان أربع مدراء ما يدري جزء وجاب طلعوا شمري لقب شب فأرجو حتى لا تأخذ عليه أنه جايب من عشيرته هو جزء ما يدري الرجل جزء عمر بنقل فبس مصادفة أربع مدراء نفسهم واني عندي المخرج يعني المخرج شمري وعلي زكي شمري هم والله يراد أطردهم شو تقول ما تأخذ تسوي يا مشيهم يا أخوي خلي مشيهم راح يخربطون صورتي لعب لا احنا والله يا استاذ انور يعني هو يجوز ما يدري احنا ما نريد هاي لا والله لا بالنسبه له ما يدري انا جهود انا ادري من البدايه والله يا اخوي جهود جباره يعني احنا الان اني اخلي ايدي بيده واحييه لانه هو شمر على فكره انت لا طبعا اصدقائنا عشيره كبيره يا معود مشيها يا رجال مشيها بالله عليك مشيها بالله عليك هسه يشيلون صورتنا من الجو إيه لا ابني حيدر مرته زوجته شمري خير وبركه ايه اخ انور احنا قبل حلقتين حكينا عن عائله كلها علماء انا مو تمجيد بيهم ولا اشاده بس من راح احكي لك هاي العائله سوت بتكليت وبغير محافظات أبوهم معلم من الرعيل الأول مدير مدرسة تكريت الأولى اللي خرجت من رئيس الدولة وغيره هذا ولده مهندسين وأطباء يعني الكبير الله يرحمه ومات شاب هذا يعتبروه ثالث جراح في العالم المرحوم وموفق ولده ابنه وبنته بروفيسورية هسه أيضا والبنية هندسة معمارية دكتورة بلندن المرحوم الدكتور ياسر كان مدير عام الصحة في صلاح الدين وبعدها بالموصل وأهالي المحافظتين يشهدون بنزاهته وإخلاصه والمهندس المرحوم عماد شوف أكثرهم ماتوا مدير أنزه مدير بلدية في تكريت المهندس مؤيد كان المعاون الفني في القوة الجوية العقيد هذا بس واحد صار منهم ضابط وتقاعد العجيب جميعهم تعرضوا لمكائد من قبل الحساد والحاقدين وسجنوا بتهم كيدية لكن الحقيقة ظهرت وانعفوا الآن آخرهم المهندس مخلد شوف هذا قدم خدمات هذا يستحق وسام الرافدين
وكل مو بس تكليل وكل المحافظين يعرفوه. المهندس مخلد هذا خل احكي لك شويه عنه. كنا طلاب بالثانويه، هو اصغر مني بخمس سنين، هو بصف اول، المدرسين من يدرسون خامس، كان خامس اعدادي بعدين صار سادس، صح؟ يدز من تعصي الاجوبه على طلاب الخامس علمي او يدزون على مخلد باول متوسط بيادروس، شوف على التناقض بالعربي بالانجليزي بالرياضيات، يحلها ويطلع. قاموا يحقدون عليه طلاب الخامس، لي حد راني يتذكروه، لك انت ايش سويت بينا؟ هذا من ذكائه. وهسه صار تعرض الظلم وسجن حاليا. الخص لك وشو؟ تفضل. لا لا لا، هاي سجن تعرض لظلم وسجن بالحاكميه بوشايه من وزير الري سابقا، وحكم عليه من قبل محكمه الثوره عن تهمه كيديه وعن مقاوله، اسمع ايش اسمها، مقاوله 99 لسنه 77، وكان طالب في الثانية هندسة معمارية. المهم بعفو طلع عفو عام، اشتغل بالدائرة الهندسية بالرئاسة المواقع الخاصة وبسبب النجاح الكبير أحسنت وصدق تعامله تعارك ويا أحد المرافقين، ترك الوظيفة منذ العام 90. منذ العام 90 شوف هنا على الأشقام به، اشتغل بجميع فعاليات القطاع الخاص، مقاولات، تجارة، نقل، وقام بتأسيس 10 شركات متخصصة، وكل المشاريع التي نفذها في المقاولات كانت هي الأفضل ومقيمة من قبل لجان وزارية سواء قبل الاحتلال أو بعده. المشكلة شو الآن؟ كان له الدور الأكبر. أي؟ هسه أقول لك، كان له الدور الأكبر في تأسيس جامعة تكريت، وحتى تبرع بمقر شركة لأن ما عندهم مقر من دي يسوون، انطاهم إياه، وحاول يحافظ على الجامعة بعد سقوط النظام، ما يعني قدر يحافظ عليها ويا جماعة، واصطدم بالأمريكان ومنعهم من دخول الجامعة. بعد الاحتلال توقف عن العمل فقط بالمشاريع الإنسانية. زين، قام شي يسوي من يقدم ما ينطو، قام يشتري مشاريع من أحد المهندسين الأكراد من أهالي السليمانية، نفذ بتكريت مشاريع ماء الضلوعية 1 و2، مشاريع ماء طوز، مشاريع ماء الرياش شية، وكانت من أفضل المشاريع. ولكنهم وعند الافتتاح قال عنها أحد المدراء متعجبا من جودة التنفيذ وبأعلى المواصفات. زين، هسه بجامعة تكريت هو بنالهم وسوى عند قرار حكم على جامعة تكريت من محكمة التمييز ما نفذ من عام 6 2006، ولا نطول مبلغ بحجج واهية من 2006 وحجج واهية في الوزارة، عملية الصرف يقولها بالوزارة، أكو سيئين بتكليت يتدخلون، والله عند أحد التقارير لو يعرض عليه حكموه بالإعدام لهذا الشخص اللي يعني قضيته المفروض كل المحافظين يعرفوه، يعرفون مشاريعه، آخرهم مثل الأخ إسماعيل صديقه يقول شو من صار محافظ بطل ميت ما يتصل بيه، يقول من صار محافظ شو اسمه هو يقدم شو اسمه مخلد المهندس المعماري مخلد رديف طالب. عشرات المشاريع الآن بتغيت لو مو بتغيت، وين هو بغداد تغيت راح والله بتركيا، راح بتركيا خير وبركة، فتح شركة يستفيدون منه استشارات، يقول ليش اعوف مدينتي وبلدي ومش يعني عنده مشاريع ضخمه كبيره. اذا سمحت لي الاخ وسام نوح، تحياتنا الاستاذ وسام نوح، تحيات الاستاذ وسام، يقول منطقه القادسيه ماكو تبليط وعلاج وطسات وطين. اي قلناها ما تناجد لهم، يستاهلون والله، وتحيات الاخ وسام نوح. ليش هاي قادسية يعني مو منطقة زينة؟ اكو فيديو انت دزيته بالله، شنو الفيديو؟ هذا الفيديو شنو دزيته؟ هذا اي شوف هسه هذا اي هذا شنو هذا؟ عسر ترى عندنا دقيقتين، هذا اي شنو هذا هالاسبوع حتى توصل دقيقتين هذا هذا لا ما سامرة، هاي اللي حكيت لي على السياج بعد راح يطلع لك، بس اقول لا هذا شنو هسه هذا؟ صور مال شارع شلون ذي بلطون، هذا ما سامرة، السياج ما سامرة اللي حكينا عنه، هذا شبيه هذا مال ذاك اليوم اللي قلت لي عليه اللي ناشد سمحت السيد مقتدى الصدر انه انشال. احسنت، هذا اللي سووه الامريكان، انشال افضل لان هذا اللي سووه الامريكان وحصلوا على سامر بالعوجه.
هذا هذا فصل عنصر كان اللي يسويه الكيان الصهيوني على الفلسطينيين ما يصير يا جماعه. اهل سامره مكرام وساده ترى ترى اهل سامره طبعا ارجع لي غلمان الباب يا جدهم علي غلمان الباب وجدهم علي الهادي وجدهم الاعلى الامام علي عليه السلام وسموه وسموهم غلمان الباب لانه باب مدينه العلم الامام علي عليه السلام. هالشكل ما يصير يعني تعاملونهم كانه فصل عنصري. انا ذاك اليوم تدزيت هاي الصور والله ما جبت لي اياها دكتور علي. دكتور علي اكد انه ضيف باكر ان شاء الله جاهز على التقاعد لكن الاخ محمد جبوري دكتور علي زكي بس وين هذا لا لا وين هاي عوفها لا اكو صور اخرى مال الطريق مال الطريق اي قلبن قلبن الطريق يا جماعه لا الطريق لا حكي عنه الدكتور زيد ماش ما يا بابا هذول اللي حكينا عليهم لين حكينا عليهم راح امشيهم راح امشي مساء يومين ثلاثه يمشون يومين ثلاثه يمشون هو وهو المخرج والمونتير وياهم مع السلامه نقضبهم الباب. اخر كلمه منك اخر كلمه منك استاذ هاتف وموعدنا الاسبوع الجاي ان شاء الله اي شو تقول؟ هذا المتجاوز ضابط مرور بشارع القضاة إيه؟ تعرف شو يقولهم إيه؟ نصا لو اطلع لك الكلمة يعني هذا دا يستهين بسلطات المحافظ إيه؟ لان يقولهم لو يجي رئيس الوزراء ما شيله للحائط هو مقدم بالمرور إيه؟ اسمه والله شو اسمه على كل إيه؟ ف اسمه ناجي ضابط في مرور صلاح الدين متجاوز على الرصيف يقول له يجي رئيس الوزراء شو تسوي نروح سو يا المحافظ هذا ما يعترف بسلطتك فاتخذ الاجراء. تمام شكرا لك استاذ هاتف نخليها الاسبوع الجاي تكمله. شكرا لك تحياتنا لك ولكل اهالي تغيث ان شاء الله وصلاح الدين تكريت ولكن لكن لكن على الاسبوع الجاي ها لكن على الاسبوع الجاي الله السلام عليكم راح نعلمك 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 هلو هلو مع السلامه. شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الساعه 9 حمداني راجع بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 انور كاشفهم صوت راعبهم وما قد راوي سكتوا الساعة 9 حداني راجع بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 انور كاشفهم صوت راعبهم وما قد راوي سكتوا حتى الظالم صوت المواطن بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 صوت المواطن يتحدى الظالم وما قدر